ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وبألف صحة وسلامة. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة يوميات جو وايفو. شكرا جدا يا جماعة على الدعم المستمر منكم على القناة، وبنتمنى يكون محتوى القناة مفيد ليكم وبيساعدكم وبتستفادوا منه ان شاء الله. بصوا يا جماعة، من غير كلام كتير ومش هطول عليكم في المقدمة، يلا نخش تفاصيل فيديو النهاردة. بصوا يا جماعة، كان في فيديو أنا منزله من حوالي شهر كده، وهو إزاي تعمل حساب على الجيميل ومن خلال الجيميل ده تعمل حساب أدسنس. والفيديو جاب تفاعل كويس، ولقيت عليه كده بعض الكومنت، الناس بتقول لي إزاي بعد ما عملت الجيميل وعملت بالجيميل ده حساب أدسنس، إزاي بقى أربط حساب الأدسنس ده بالقناة عندي. طبعا يا جماعة، في البداية كده علشان أربط حساب الادسنس بالقناة لازم اكون محقق الشروط بتاعت اليوتيوب. ليه يا جماعة؟ علشان الشروط دي لما احققها وابتدي ان انا انزل محتوى هينزل اعلانات، فبالتالي هيجي لك ربح. الربح ده لما يجي لك لازم بيتحول لك على حساب الادسنس ده، ومن خلال الادسنس ده حضرتك لما بتكمل مبلغ معين وهو $100 بتبتدي ان حضرتك تسحب ارباحك. لكن غير كده مش هتقدر تربط حساب الادسنس بالقناة وانت لسه محققتش الشروط، وده اللي انتوا هتشوفوه معايا في فيديو النهاردة بالشرح من خلال الموبايل، لانه ناس كتير طلبت مني برضو ان انا اعمل الخطوات دي من خلال الموبايل، وازاي يدخلوا على القناة وكأنهم فاتحين من الكمبيوتر بس من خلال الموبايل. ودي خطوات سهلة جدا، هي بس مش محتاجة منكم اكتر من شوية تركيز، والموضوع بسيط وسهل. مبدئيا كده يا جماعة، دي واجهة الموبايل عندنا. هندور على المتصفح، أي متصفح عندنا سواء أوبرا، جوجل كروم، فايرفوكس، أي متصفح موجود على الموبايل. طبعا معظم الموبايلات بينزل عليها جوجل كروم. هنخش على جوجل كروم كده يا جماعة، ونخش على موقع اليوتيوب. دي قناة يا جماعة كده عندي احتياطية، مش منزل عليها أي محتوى، ولكن أنا عاملها كده احتياطي. دي بتبقى واجهة المتصفح لما بدخل على اليوتيوب. باجي هنا على الثلاث نقط اللي فوق دول، باجي ابص تحت كده في مربع فاضي وجنبه كلمة ديسكتوب سايت. هنا يا جماعة بيفتح لك المتصفح ده وكأنك فاتح من خلال الكمبيوتر او اللابتوب. تمام، هاجي اعلم هنا بيفتح لي المتصفح بالشكل ده وكأني فاتح من خلال كمبيوتر. تمام، هاجي ادوس على الايقونة بتاع القناة كده وادوس على كلمة قناتك، بتظهر لي القناة بالشكل ده. هاجي هنا ادخل على تخصيص القناة، بيفتح معانا. بصوا يا جماعة، خلينا ناخد بس لفة في القناة كده سريعا. القناة دي جديدة. تمام، هنا دي لوحة البيانات بتاعت القناة. هنا القناة كان عليها مخالفة، يعني أنا كده كده مش منزل عليها أي حاجة. القناة هنا فيها 140 مشترك. تمام، باجي هنا أدخل على المحتوى، طبعا مفيش أي فيديوهات لعرضها زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، مفيش أي فيديوهات ولا بث مباشر ولا أي حاجة. تمام، القناة فاضية خالص زي ما انتم شايفين هنا. تمام، وبالمرة كده يا جماعة أشرح لكم ازاي تديروا القناة من خلال الموبايل. يعني بتدخل هنا طبعا على الفيديوهات بتاعتك، لو انت منزل فيديوهات تقدر ان انت تعدل عليها، تعدل الوصف بتاعها، تعدل العنوان، تقص حاجة من الفيديو. كل الكلام ده بيحصل من الموبايل من هنا. لو انا جيت هنا على الاحصاءات بتاع القناة، طبعا كله شرط زي ما انتم شايفين كده، مفيش اي احصاءات لانه القناة فاضية مفيش عليها اي حاجة. تمام، طيب خلينا بقى في المهم بتاع فيديو النهاردة علشان بس ما تتوهوش مني. يعني هنيجي على علامة الدولار هنا. تمام، عشان برضو تبقوا عارفين يا جماعة لما تحققوا الشروط هتعملوا ايه. بصوا هنا بيقول لك عدد المشتركين المطلوب 1000، وعدد ساعات المشاهدة المطلوب 4000. يعني انت لازم تجيب 1000 مشترك واكتر طبعا، و4000 ساعة مشاهدة علشان قناتك تبتدي ان هي تخش مراجعة اليوتيوب، وبناء عليه تقدر
تتفتح لك ميزة إن أنت تربط حساب الأدسنس بتاعك بالقناة وتستلم أرباحك إن شاء الله في المستقبل. لكن يا جماعة هنا زي ما انتم شايفين مفيش أي حاجة مفتوحة غير أو مفيش أي حاجة ظاهرة غير الكلام اللي موجود قدامكم ده. لكن لما طبعا تحقق الشروط 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة بيبتدي إن هو الكلام هنا يتغير خالص، ويبتدي إن هو يفتح لك يعني شوية حاجات كده، ومن ضمنهم إن أنت تربط قناتك بحساب الأدسنس علشان تستقبل الأرباح. وزي ما قلت لكم الميزة دي كانت مفتوحة من 3 سنين و4 سنين فاتت، ولكن اتقفلت طبعا ومبقتش تتفتح غير للناس اللي بتقدم محتوى ومحتوى هادف ومحتوى كويس وبيحققوا الشروط بتاعت اليوتيوب. علشان يا جماعة اليوتيوب اكتشف انه في بعض القنوات بتبقى لسه مشترك و2 مشترك و3 مشترك، وبيبتدوا ان هم يربطوا القناة بحساب ادسنس وينزلوا فيديوهات ملهاش اي هدف، وبيرجع بعد كده اليوتيوب يقفل لهم القنوات دي. فطبعا اليوتيوب مع التحديثات المستمرة ليه قفل الميزة دي وخلاها للناس اللي بتحقق الشروط فقط لا غير. تمام، ده كان شرح النهاردة، أتمنى بس الشرح يكون عجبكم. ولو الفيديو بتاع النهاردة حضرتك استفدت منه اكتب لي في الكومنت كده أي استفسار، أو اكتب لي أي سؤال أنت عايزه وأنا هرد عليه. ويا ريت يا جماعة لو الفيديو بتاع النهاردة عجبكم متبخلش عليا بلايك وشير علشان غيرك يستفاد، وسبسكرايب لو أنت بتتفرج عليا ومش مشترك في القناة، واستنونا في شروحات تانية. شكرا.